انت لسه متميز فقط امام الشاشه او امام المايك، خلينا نقول الكاميرا، انت ايضا وراء المايك ومتميز في الدوبلاج ايضا، التمثيل من خلال الصوت، وهذا شيء مره ما هو سهل، انه احنا كناس نتفرج على مسلسل مدبلج وتصلنا الحاله ويصلنا للشعور ويصلنا كل شيء. كيف بتهيئ نفسك لهذا الوضع؟ يعني انت كفنان كيف بتعيش هذه المشاعر كلها فقط من خلال الصوت؟ يعني بصراحه ما راح اكذب عليكي، هو تراكم. يعني انا اول مره ما كنت بهي الخبره، هي تماما لسواقه السياره الدوبلاج. وقت تبلشي انت اول مره بتكون صعبه عليكي، بس وقت تبلشي بتشوفي المشهد او تسمعيه وتقولي بصير هي كل ممثل واحساسه. بس تماما هي بدها تكنيك معين، وبده يكون حدا بيحبها، لانه في نجوم بالدوبلاج غير نجوم التلفزيون. احيانا في نجوم بالتلفزيون هن ما بيزبطوا ابدا بالدوبلاج، والعكس صحيح. يعني الدوبلاج حاله خاصه كثير، ومثل ما قلتي هي بدك تكوني انت عم توصلي صوتك عبر هي الشخصيه اللي هي انت عم، يعني شخصيه لها صوتها ولها حضورها، فهو شغله ما انا وانت تميزت فيها صراحه. بتشكر.